نقلة نوعية في رفع مستوى منظومة التطوير العقاري. هنا إتمام، حيث المركز الذي أنشئ عام 2016 مركز من شأنه تقديم جميع الخدمات التي تحتاجها شركات التطوير العقاري تحت سقف واحد بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بخدمات التطوير العقاري وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين. خدمة المطورين العقاريين تحفيز القطاع. التقيت مدير عام المركز، حديث عن نشأة المركز وأبرز خدماته التي تقدم للمطورين العقاريين. مركز خدمات المطورين العقاريين مركز إتمام جاء قرار تأسيسه بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1441، والهدف منه خدمة وتمكين المطورين العقاريين في الحصول على الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشاريع السكنية على مستوى المملكة، بالتقاطع والتكامل مع جميع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والشبه الحكومية ذات العلاقة. إتمام نموذج يقدم من خلال منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكنه من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية. اليوم الأرقام اللي أنجزها المركز خلال الفترة السابقة، يمكن بفضل الله اعتمدنا قرابة 400 مخطط سكني على مستوى المملكة تتجاوز مساحتها أكثر من 700 مليون متر مربع. نفذنا خدمات مع شركائنا الجهات الحكومية من ضمنهم وزارة العدل في تنفيذ أكثر من 100,000 عملية من المركز. أهلنا أكثر من 1300 مطور عقاري يعمل في القطاع. عملنا اليوم على تسهيل تقديم الخدمة، بحيث أنه التكامل اللي نعمله مع كل الجهات في الخدمات الرقمية أختصر علينا كثير في متطلبات الخدمات وتقديمها، وصارت الخدمة سهلة، وبإمكان المطور أنه الحصول على أكثر من خدمة في وقت واحد. بإمكان المطور العقاري اليوم الوصول للمركز عبر أكثر من قناة. القناة الأولى زيارة مقرات المركز المنتشرة في المملكة، سواء في المنطقة الوسطى مدينة الرياض، أو المنطقة الغربية مدينة جدة، أو المنطقة الشرقية مدينة الخبر. القناة الثانية عبر منصة المركز الإلكترونية اتمام.housing.gov.sa. المنصة الثالثة اللي هو تطبيق مركز إتمام في الأجهزة الذكية. المنصة الرابعة منصة التواصل الاجتماعي. كيف كانت تجربة المطورين مع إتمام؟ سؤال بحثت عن إجابته من خلال لقائي بعلي الشهري خبير التطوير العقاري. كانت تجربتنا مع مركز خدمات المطورين إتمام تجربة ناجحة ورائعة بكل المقاييس. أحدثت طفرة نوعية في تطوير المشاريع الإسكانية في الفترة السنتين الأخيرة. كشركة مطور عقاري استطعت أني أحافظ على الوقت من مثلاً 50 شهر لتطوير مشروع، أصبحت الآن 50% من المدة، تقريباً 26 شهر. ساهم إتمام في تسهيل إجراءات التطوير العقاري وتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما انعكس إيجابياً على المستفيدين من هذه المشاريع. طبعاً إتمام هو الجند الخفي اللي ما يشوفونه المواطنين. إتمام استطاع أن يحافظ لي على الوقت، أن يسلم منتج في وقت سريع، انعكس على السعر أن يسلمه بتخفيض 30% من قيمة المنتج. استطعنا مع إتمام أو بدعم إتمام للمشاريع التطوير العقاري أن نحصل على جودة أعلى في المشاريع من حيث الوقت، الكفاءة. الوقت يهتم كثير بالكفاءة، الكفاءة المالية كذلك في الكاش فلو مثل ما يقولون، وتدفقات نقدية للمشروع، لأنه أعطانا المسار الثالث. الآن نستطيع أن نفرغ الصكوك ولا زلنا في بداية العمل قبل الانتهاء، وهذا وفر لنا كثير من الوقت والجهد والمال، وينعكس هذا كله على المواطن في منتج منخفض التكلفة ويحقق هدف الرؤية 2030 اللي هو زيادة تملك المواطنين للمساكن. عمل إتمام على توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورين العقاريين، وتسهيل إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري، مما يحقق التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين وتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة
بالتطوير العقاري. خلف الخلف، MBC الرياض.